وبالتالي كانت. طيب قبل ما نتكلم يا كابتن في هذا الامر، معانا مفاجاه حلوه جدا النهارده على الهواء مباشره، النجم الكبير ايضا احمد ياسر ريان. احمد واحد من ولادنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين، ولاد النادي الاهلي، متالق جدا في اعارته مع نادي التايزمير التركي، وفي 22 مباراه مسجل 8 اهداف، 4 في الدوري و4 في الكاس، وصانع هدف. النهارده كمان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني اعلن استدعاء احمد ياسر ريان لقائمه مباراه منتخبنا الوطني امام السنغال. ابو حميد ازيك يا حبيبي، ويعني سعداء جدا بتواجدك معايا، وطبعا معلش مسهرينك النهارده شويه. كابتن اسلام حبيبي، ازاي حضرتك؟ والله وبشكرك على المقدمه الجميله دي والله، لا يا حبيبي تستحق وحابب اكتر. اسلم على كابتن عظيمه، بالظبط وحشني والله كابتن عظيمه. حبيبي ابو حميد، عامل ايه يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ والله الحمد لله تمام. احنا دايما طبعا كان من ابناء النادي الاهلي، وكان هو وايهاب اكبر منه، ايهاب اخوه، فالاثنين كانوا بصراحه كان هما في قطاع الناشئين كان مستواهم مبشر بالخير، والحمد لله ربنا كرمهم الاثنين. واحمد طبعا دلوقتي في احمد احسن حاجه بيعجبني فيه ان هو كمان من اللعيبه يا كابتن اللي دايما يعني عايز يلعب على طول، بيحب النادي الاهلي والنادي الاهلي في قلبه وكل حاجه، ولكن عايز يلعب على طول، عايز دايما يلعب، ودي حاجه مهمه على فكره. متعطش دايما، وهو على فكره كان في قطاع الناشئين او شباب في النادي الاهلي كان دايما هو من النوعيه اللي مركز جدا، عارف هدفه فين. حتى السنه اللي فاتت كان موجود في سيراميكا، تقابلت معاه يعني، كنت ماسك المقاصة وهم كسبناهم في الكاس 2-1 ساعتها. عمل مباراه كويسه جدا جدا، واحنا طبعا درسته كويس جدا، بس برضه قدر يعني ان يعمل ماتش كويس ضدنا يعني. انما انا بتمنى له طبعا التوفيق، وخصوصا عرفت النهارده ان هو كمان متواجد في الفتره اللي جايه مع المنتخب ان شاء الله رب العالمين، هو المجموعه اللي موجوده كلها اللي في تركيا اعتقد باستثناء كهربا، وطبعا نجومنا الكبار في انجلترا طبعا، وتقريبا مصطفى فتحي كمان من السعوديه متواجد، فان شاء الله ربنا يوفقهم. وبقول لاحمد طبعا ربنا يوفقك وترجع نديك تاني ان شاء الله. يا احمد انت متالق، عامل شغل الحقيقه قوي جدا خلال هذه الفتره، يعني انت برضو يعني متالق والدنيا ماشيه والامور ماشيه بشكل جيد، وانسجمت سريعا مع الفريق التركي، اعتقد شيء جيد جدا يا احمد. الحمد لله يا كابتن والله، يعني ده توفيق من عند ربنا، و الحمد لله انا دخلت مع الفرقه بشكل سريع، بس الفرقه مش مستقره بشكل كبير يعني مغيرين 3 مدربين لغايه دلوقتي، وكل مدرب بيجي طبعا انت عارف بيبقى عايز يلعب الناس اللي يعرفها وال يعني فلما بطاقة كويس ويشوف او يحقق اهداف يقوم متغير تاني ويجي مدرب تاني. بس الحمد لله يعني احنا ابتدينا دلوقتي يعني نرجع للدوري بشكل كويس، احنا عدينا فتره صعبه بس دلوقتي الحمد لله بقى لنا 4 ماتشات واخدين 7 بونت، فده كلام كويس يعني في ان احنا نرجع تاني ان شاء الله، وباذن الله نعرف نحقق الهدف اللي انا جاي عشانه يعني ان شاء الله. احمد دايما جمهور النادي الاهلي متابعك، بيشوفوا دايما احمد بيعمل ايه، متابع كل اللاعبين، ولكن التالق الواضح اللي انت ماشي بيه والخطه الثابته اللي انت ماشي بيها في تركيا، اعتقد ان دي بتسعد جمهور النادي الاهلي يا احمد. طبعا هي ده توفيق من عند ربنا اول حاجه، وتاني حاجه يعني انا جاي لهدف معين وانا عايز احققه ان شاء الله يعني. قابلت صعوبات كتير بس انا عندي طموح يعني ان شاء الله، ومش هرجع غير لما احققها باذن الله. ايه طموحك يا احمد خلال الفتره اللي جايه؟ طموحي ان انا يعني انهي الموسم ده بشكل كويس مع الفرقه، وساعتها هستنى نشوف العروض اللي جايه، وكده كده النادي الاهلي هو اللي هيقرر باذن الله. طيب النهارده كمان خبر جميل جدا باستدعاء احمد ياسر ريان للمنتخب، اعتقد ده من اسعد الاخبار اللي انت بتسمعها. طبعا انك تلبس فانيله المنتخب دي حاجه كبيره قوي واحساس مختلف خالص، وبالذات انك هتلعب تصفيات كاس عالم كاس العالم، فده طبعا احساس جميل، وان شاء الله نقدر نحقق ونفرح الجمهور المصري باذن الله. اول ما عرفت الخبر عملت ايه؟ يعني اتبسطت؟ طبعا اتبسطت، ولكن ايه اللي حصل ومين اللي قال لك؟ يعني انا عرفت من اخو خطيبتي، لقيته بعت لي على طب وشها حلوه اهو الحمد لله. الحمد لله. وهي
ويعني هم كل الناس اللي يعني طبعا، بس هو اخر كده. هو بس الصوت الو، بيقطع. يا احمد سامعني؟ ايوه جد. يعني اخو خطيبتك هو اللي قال لك اول واحد بعت لك على انستجرام وقال لك. هو لقيته بعت لي فدخلت وصيت، كان اول واحد يعني عرفت منه. اصل كارلوس كيروش النهارده المدير الفني لمنتخبنا الوطني حط الاسماء كلها على التويتر، يعني سابقه جديده، بس لكن حط الاسماء كلها على تويتر، فالناس كلها عرفت، التسع اسماء عرفت ايوه على تويتر يعني. لا بس انا يعني ما بمسكش الموبايل كتير الفتره دي، فما يعني جات لي المسج فقلت ابص عليها، لقيت القايمه 9 لعيبه، فالحمد لله يعني. يعني الف مبروك، تستحق الحقيقه، جهد رائع. ودايما احنا متابعين احمد ياسر ريان واللي بيعمله احمد ياسر ريان. برضو عايز اسالك، الاهلي وحشك يا احمد؟ طبعا طبعا عبد السلام، والله يعني بصراحة أنا طلعت إعارة والجونة الأول، بعد كده سيراميكا، وبعد كده هنا في ألتاي، لكن الأجواء في النادي الأهلي مختلفة يعني. حتى مهما تطلع بره، لا النادي الأهلي الأجواء نفسها والبطولات وكده، لا إحساس تاني خالص يعني. أنا طلعت أندية كتير لكن ما حققتش بطولات، لكن أنا قعدت حوالي بتاع سنة ونص في النادي الأهلي، حققت معايا حوالي بتاع 4 5 بطولات، وانا ما شاركتش بشكل كبير يعني. فان شاء الله ارجع باذن الله، اخلص الموسم ده وارجع ابدا ان شاء الله انجازات جديده مع النادي الاهلي. عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت، النادي الأهلي عندنا مباراة يعني مهمة يوم السبت إن شاء الله أمام سان داونز. متابع النادي الأهلي واللي بيعمله النادي الأهلي سواء في الدوري أو في البطولة الأفريقية؟ طبعا بتفرج على ماتشات النادي كلها، دوري وافريقيا، وان شاء الله هنحقق قدام سان داونز يعني، ان شاء الله هنكسب هناك باذن الله، ونصعد باذن الله من المجموعه دي. اتفرجت على مباراة بيراميدز امبارح وفوز النادي الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء؟ اتفرجت عليها، كانت ماتش صعب بس في الاخر فريقين كبيرين الحقيقة الموضوع. طبعا. ايه يا كابتن؟ الفريقين كبار الحقيقة، يعني الفريقين اللي لم يهزما لغاية امبارح في الدوري العام المصري يعني. لا الماتش كان ماشي حلو، بعد كده لغايه وهي 1-0 كان الماتش رايح جاي، بس في الاخر الاهلي يعني جاب الجونين، فالناس كلها اللي تشوف النتيجة يقول لك لا الماتش كان سهل، لكن الماتش لا كان كويس ورايح جاي. توقعاتك ايه بقى الماتش سان داونز يوم السبت؟ هل يستطيع النادي لا الاهلي ان يفوز في هذه المباراه؟ ان شاء الله بإذن الله الأهلي هيكسب. ده يعني حتى في ظل حاله الاجهاد دي، يعني انت برضو خدت شويه ان انتوا بتلعبوا كل 3 ايام مباراه ولا حاجه، في ظل حاله الاجهاد دي ممكن الاهلي برضو يفاجئنا زي باداء جيد في هذه المباراه، خصوصا بعد سفر طويل 7 8 ساعات ولا 9 ساعات. الاهلي يا كابتن اسلام يعني منظومه كبيره، انت عندك 30 لعيب ما شاء الله، ال 30 كلهم يعني ال 30 كلهم زي بعض، انت حتى لما بتشيل لعيب وبتحط لعيب بيأدي واحسن من اللي بيلعب كمان، فما تهيأليش ان الاهلي هيقابل اي صعوبات باذن الله. طيب انا عايزك توجه رسالتين، الرساله الاولى لمحمد شريف والرساله الثانيه لحسام حسن، لو هتقول لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لشريف ما شاء الله هو ماشي كويس، وربنا يكرمه ويحقق يعني اهداف اكتر من اللي هو حققها السنه اللي فاتت، وخد هداف الدوري وهداف افريقيا، ان شاء الله السنه دي بقى يعني يجيب يحقق الاثنين باهداف اكتر. وبقول له حسام حسن يعني ربنا يكرمك، انت لعيب كويس قوي وشخصيه جميله بصراحه على المستوى الشخصي، ف ربنا يكرمه كده والله، بدعي له من كل قلبي يعني، شخصيه جميله ويستحق كل خير. يعني اخيرا بقى يا احمد عشان ما اطولش عليك، انا عارف ان انت عندك تمرين الساعه 9 الصبح بكره، عايزك تقول حبيبي كلمه لجمهور النادي الاهلي وتقول لهم ايه؟ اقول للجمهور يعني ما تخافوش، في لعيبه رجاله واداره محترمه ومدرب كويس، فما تخافوش على النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هيحقق انجازات اكتر من اللي بيحققها السنين اللي فاتت دي، وباذن الله السنه دي يعني يخلص موضوع الدوري من بدري، وفي افريقيا بقى يمشي بخطة كويسة زي السنين اللي فاتت بإذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا احمد، واسفين جدا ان احنا حبيبي اخرناك، تسلم. انا عارف ان انت عندك لا بكره تمرين تسلم، تحت بدري. أمرك، أنت حبيبي والله. انا بشكرك جدا جدا النجم احمد ياسر ريان.